اخي وحشتني يا دولة بقى. وحشك ايه؟ هو انا بشوف غير خلقتك طول الوقت. هو بقى يا حتة امورني يا استاذ عادل. هات لي كوبايه شاي. خليهم اتنين يا حتة. اتنين ليه؟ ما انا هشرب. اشرب انت لنفسك، مع نفسك ادفع انت. ايوه ما انا هشرب مع نفسي. يعني مين اللي هيدفع يعني؟ ايوه اهم حاجه ان انت تشربه. ليه؟ عشان القهوه تستنفع. بس مين فيكم اللي هيدفع؟ شفت الشاي؟ دول حبيبي هو اللي هيدفع. هدفع لنفسي انا بقول. طب بقول لك يا دول، انا عندي فكره حلوه قوي. بص انا هدفع لك الحساب بتاعك يا عم. تتكلم بجد يا رمزي؟ اه، وانت تدفع لي بقى الحساب بتاعي يعني. تضحك عليا يا رمزي؟ يا جماعه خدوا اللب ده سلوا فيه مع بال ما اظبط لكم الطلبات. ده ايه اللب ده يا ده كبير قوي؟ ايه ده؟ ده لب سوبر باين يا دولا. عدم الرمؤاخذه ما تتكلمش. اشتري من عندي ارخص انا يا استاذ عادل. ده لب سوري يعني من اندونيسيا، بس طعمه ايه؟ لبناني. بس ده لب بتاع بغبغانات. والانسان اصله ايه يا استاذ عادل؟ ما هو الانسان اصله قرد يعني طاقه، وبعدين الناس كلها تتمنى تاكله. ده انا بخلص ربع كيلو في اليوم يوماتي. يا ربع كيلو؟ اه، ده في ناس بتخلص كيلو في اليوماتي الواحد. جربه بس انت ومش هتندم. انا مش عارفه انت هتعملي رجيم ليه يا رانيا؟ ده انت حتى ما فيكيش حته لحمه زايده. يا بنتي انا زايده 220 جرام بحالهم. نو شيري، يعني بجد بجد انت تخنانه بتاع 300 جرام مش 220. فيها تنسيون يا مامي بقى. الدقه دي؟ نعم. من 220 ل 300؟ وي شيري. ما شاء الله، بتقيسوا نفسكم بميزان ذهب. وي يا حبيبتي. بقول لك ايه، سيبيها تعمل رجيم، خليها توفر في الاكل شويه. عندك حق. صح. رانيا استمري يا حبيبتي في الرجيم، استمري اكتر واكتر عشان تحافظي على قوامك. مساء الخير. جاب لكم مفاجاه مفاجاه مفاجاه. حد يقول لي ايه؟ ايه يا عادل؟ ايه؟ دعني اخمن. جايب لنا كريز. كريز؟ الكائن ده ما يخشش عندنا البيت، ده غالي جدا. كريز ايه؟ يبقى انت جايب لنا مانجا. لا لا لا، فككوا من قسم الفاكهه ده. امال هنخش ايه؟ قسم البوليس؟ قسم التسالي. ده تبع مديريه ايه؟ مديريه الازايز. من فضلك يا عادل خلصتيه بقى وقول لنا في ايه. يلا وريني. تا 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 تا. جايب لكم لب سوري. ايه دي ده؟ لب سوري يا عادل؟ يعني بطولك وعرضك ده وشايل الكيس ده كله عشان شوية لب سوري؟ بقى كل الموفي اللي عملته دلوقتي فوق هنا جاي لنا قرطاس لب سوري؟ اولا ده كيس مش قرطاس، دي حاجة. تاني حاجة ده لذيذ جدا. ده لب سوري؟ ها؟ اه. اديني حبة. خد يا ماما. خد يا ماما. ها مين عايز تاني؟ خدي كمان يا ماما. ماشي، مين عايز؟ نوجا. ماشي، انا ما باكلش الحاجات دي عشان انا خايف على سناناتي. ولا انا يا اخويا. سناء انا اجني لما تجيب سوداني ان شاء الله. لا لا اوعى تبصي يا ماما، دايت على فكره وزايده 220 جرام، والسكريات واللوبيات ممنوعه عليا. اوكي. فظيع فظيع. ايه ده، انت لسه صاحي يا عادل؟ انا مش قادر انام قبل ما اخلص اللب ده كله. ايه ده، هو انت اكلت كل ده لوحدك؟ اه، ولسه في قده مرتين كمان. ايه ده، شكله لذيذ خالص بقى. تدوقي؟ اه، انا شكلي بقى يعني لازم ادوق عشان اعرف انتوا بتحبوه على ايه. خدي حبه. بس يا حبيبي. ايه دي؟ خدت حبه. ايه رايك؟ يعني لازم اركز قوي قوي عشان اقول لك رايي. ممكن تديني حبه؟ ماشي. ايه دي يا عادل؟ حبه. يا ماما ممكن اطلب منك حاجه بس ما تكسفنيش؟ لا قوي طبعا يا ماما، انا اقدر. عايزه حبه لب سوري. يا سلام، قوي قوي. خد اهو يا ماما. انت تعمل ايه؟ اديني الكيس كله. الكيس كله؟ اه. طيب ماشي يا ماما. ايه عجبك ولا ايه؟ عجبني قوي 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 قوي. بقول لك ايه، بكره وانت جاي هات لي قرطاس معايا. حاضر. ولا اقول لك خليهم قرطاسين. ماشي يا ماما. ماما كفاية أزأزة عشان عايزة نام. خلاص أنا قربت أخلص أهو. يا ماما حرام عليكي، أنا حاسة إنها نايمة في قفص عصافير والعصافير عمالة تزقزق حواليا. يا حبيبتي مش عارفة أوقف إيدي ولا أوقف بقي. ها؟ يا ماما شيليهم لبكرة، ما حدش هيخطفهم منك. قربت أخلص زي ما قلت لك. ها؟ وبعدين اتخمدي نامي وأنا هقفل لك النور لما أخلص. ما حدش ينفع يتخمد في الأزأزة دي. ها؟
نفسي يا دي رمز البلية تلعب معاك بقى وتبقى تاجر قد الدنيا. ياه والله نفسي افرح بيك عشان انت واد طيب وابن حلال الدنيا كده بقى، وتجيب شقق بقى وعربيات. قوم بشقق بعربيات. صباح الخير يا زفت. صباح النور يا دول. صباح الخير. ايه ده احنا الظهر يا ابني، انت فتحت الساعه كام؟ لا انا النهارده ايه اطمن يعني، انا فاتح بدري قوي النهارده. ايوه الساعه كام اخلص؟ 3 العصر. 3 العصر؟ احنا متفقين هتفتح 3 العصر؟ يا دول احمد ربنا، ده انا بفتح كل يوم الساعه 4. احنا مش متفقين تفتح الساعه 12 يا بني ادم انت؟ يا دول هو في سايح بيصحى الساعه 12 يا دول؟ اهي لمطتك دي بقى اللي هتخليني اقسم منك 5 ايام يا رمز. اقعد اقسم بقى كده، هو ما هو اللي بيمشي دغري في البلد دي بقى مش هو. انا بتبطل بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه يا دول. لا بتقول اللي بيمشي دغري في البلد دي مش عارف ايه، مش قلت كده؟ اه صح، اديك عرفت. خد نروح هات الغدا. غدا ب 10 جنيه؟ اه يا ابو 10 جنيه. ايه مش عاجبك ال 10 جنيه؟ ماشي يا سيدي، اجيب لك غدا ايه بقى؟ هات لي ربع كيلو لب سوري. ماشي. طب وانا هبقى اديك شويه. يلا ماشي اجري بسرعه. ماشي يا دول. ايه ده انت بتضربني على ايدي يا جدع؟ انت احنا اصحاب يا رمزي ولا ايه؟ ايه؟ طب هات شويه بقى لب بقى. يا عم دولت بتوع دوله حبيبي يعني، ودي امانه في رقبتي. ايه يا رمزي امانه دي؟ ما انت بتاكل منها اهو يا عم. لا انا بتسلى بس فيهم لغايه لما اوصل له. الشيخ بقى رمزي هات شويه بقى، عيب عليك. لا كله الا الامانه. يا جدع انت على الدنيا. ايه ده الدنيا فعلا تسالي وتلاهي. انا نسيت النهارده اجيب لب، تخيل. لا يا راجل نسيت. اه والله اديك افتكرت اهو، روح هات بقى. طب انت يرضيك ان انا اسيب كده الناش كده في قاعده كده في القهوه كده واروح اجيب كده لب؟ اه يرضيني تسيب الناش. يا عم هو انا مش لما كنت تقول لي هات كوكتيل وسيبه على الحساب كنت بسيب لك كوكتيل؟ الكوكتيل ده شغلك، لكن اللب ده امانتي. تبقى شيخ بقى رمزي، هات شويه بقى رمزي بقى رمزي بقى. خلاص خلاص بقى يا عم ما تعيطش بقى. لا خلينا اعيط لك كمان شويه. ماشي ماشي يلا، عشان تعرف بس قد ايه انا بحبك. بيبقى رمزي يلا افتح بقى ايديك كده اهو. ايوه صبر نفسك بدي. وقعت. لا يا راجل. اهو ماشي يا عم، خد شويه اكتر اهم. حبيبي رمزي تيجي ندخل مع بعضنا سباق؟ يلا بينا. يا دوله الغدا يا عم اهو. هات يا سيدي هات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده قشر يا انا؟ جايب قشر؟ لا يا دوله ما هو في، انا سايب لك شويه لب جنب القشر. سايب لب؟ انت كلت اللب؟ ده قتلك يالا، انت كلت اللب كله يالا؟ معلش يا دوله بقى، ما هو الكيس غوانا يا دوله، لب ورا لب. معلش لب ورا لب، انت هتعمل لي فيها اغنيه يالا؟ كلت كيس لب كامل ربع كيلو كلته في السكه وانت جاي؟ لا يا دوله في السكه ايه يا دوله، انا كنت بازق زي البغبغان وانا جاي في السكه وبعدين رحت بقى حاولت على القهوه كده وقعدت بقى في القهوه. اسكت، مش احنا عملنا سباق انا والواد حته وانا اللي سبقته بالازقزه ده؟ ايه ده انا كنت فريره وانا بازقز. عمال بتلعب عمال بتلعب وعامل سبق انت وحته. ده انا هفرجك يالا، ده انا هفرجك. ولا مخصوم منك تمن يالا؟ يا دوله ليه مخصوم بقى؟ انا ما بحبش اللب اصلا. بكام دول؟ ب 10 جنيه. ماشي مخصوم منك 20 جنيه يالا. امال ايه؟ مش اللبايه بتبقى واحده؟ بتعملها ايه؟ ما بتقشرها مش بقى اتنين؟ ب 20 جنيه. خد ال 10 جنيه. هو ايه اللي مالك؟ خد 10 جنيه امسك. روح هات لي ربع كيلو كمان وبسرعه يا ده عشان عايز اتغدى، وعلى الله تمد بقك على اللي بقى منهم يا ده رمزي. ماشي يا دويت. طب ما تبحبحها شويه. بحبح ايه؟ انا لسه ما خلصتش. ها ها عشان اضمن انك انت مش هتاكل اي حاجه. ايه هتعمل ايه؟ تعالى يا هات لي بقك هنا. ايه هات بقك هنا يا ماشي يا دور. هات بق، انت هتاكلها اقفل بقك وهاته بس كده، ضمنت ان انت مش هتاكل ولا لبايه. يلا تقول للراجل بتاع الميلة ايه؟ خد ربع كيلو لب سوري. يلا افرض الراجل ما بيعرفش يقرا. هات هات هات، ما انا مش ناقصه غباوتك. ادي شكل اللبايه اهي وادي ربع اهو كده هيفهم على طول. يلا
افرض الراجل ايه تاني؟ ما بيشوفش وايه اللي يخليه يبيع لب سوري؟ يلا اجري يا اجري يا اجري ولا سيب ده روح يلا خد تعال 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 متبرطم بتقول ايه؟ ما بتقولش؟ اه بحسن يا جني اللي عليا يا جني اللي عليا كل شويه كنس كنس تعبت جرايا رانيا مش كده بقى حرام عليك يا بنت مالك عامله كده ليه يعني مش معقوله يعني حد يرمي قشر اللب كده على الارض اكيد انا ما رميتوش يعني وقع غصب عني انا ظهري اتقطم في الشقه دي من كتر الكنس خلاص استهدي بالله كده استهدي بالله واقعدي ريحي تعبت تاخدي ازقوزه انا هاخد ازقوزه بس عشان اثبت لك ان مش كل الناس بتحب اللب يا بنتي دي حبايته حلوه ولذيذه وكده وطعمه ايه رايك لا ما انا مش هحكم عليه يعني كده من ازقوزتين بس انا ارى على وجهك السعاده والامتنان طب هاتي الطبق كده عشان اعرف احكم عليه بمزاج وانت لازم تحكمي والطبق كله في ايدك ايوه امال احكم ازاي يعني طب هاتي حبه سيبيني احكم براحتي خد يا معلم سعر ورق الباردي اللي انا خدته المره دي اغلى من كل مره ولا غالي ولا حاجه انت قلت لي اللب ده اسمه ايه اسمه لب سوري يا معلم يعني هات حبه دول بس معلش بقى يا معلم يعني انا هاخد بالسعر القديم ها استاذ عادل والله ما ينفع انت قلت لي اللب ده اسمه ايه لب سوري هات حبه بقى كلمه كمان هطردك بره البازار ماشي هات حبه وطردني حبه بس ها ايه بقى قلت ايه يا معلم موافق طبعا لب حته لا معلش يا رمزي معلش على قدي حته احنا اصحاب حته هات شويه حته لا دول امانه من صاحب القهوه انا نسيت اجيب ايه ده بجد نسيت افتكرته روح هات بقى حته طب هات شويه لب كده هون وانا بقى الشهر الجاي لما اقبض هشتري لب كتير وهديك شويه اديني شويه يا حته بقى لا مش هدي لك حته بقى تعيطش ما تعيطش يا رمزي ما تعيطش انت حبيبي وصاحبي انت ما انا جدع ازاي افتح ايديك الاثنين خد سلي نفسك بدي وقعت في بقي هات شويه بقى تاني خد الله شكرا يا حته بقول لك ايه نعم تيجي نعمل سباق يلا الله 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 مش معقول زق انا حاسه انا عايشه في جنينه حيوانات انا مش فاهمه لحد دلوقتي انت زي ما وقعتيش في غرام وحب اللب السوري يا حبيبتي دي اصلا ما عندهاش احساس ولا تستطعم حاجه خالص ده الذ حاجه في الدنيا ادعوا بقى للي علمه لكم ها يا حبيبي يا رب يخليكي عادل يا ابني ويجعل لك في كل خطوه لبايه الصراحه يعني انت عملت معانا الصح ادي حبه لب انت الحيطه خلصتوا يالا دول حبه صغيرين نهارك اسود ومنيل انت بتاكله بالقش يا زفت بطنك هتوجعك وهتتعب وانا اللي هشحطط بيك يا ريت بطنه توجعه عشان تتشحططي بيه فيروح المستشفى ما يرجعش الهي تنشكي في لسانك يا سناء الهي تنشكي في لسانك انت وابنك وانتوا الاثنين تروحوا المستشفى وانتوا الاثنين ما ترجعوش كفايه شك كفايه شك كلهم ساكتين الهي تنشكي انت كمان بس يا بت الله يا جدعان يا جدعان انا قلت 100 مره بعد اذنكم محدش يرمي لب على الارض شيله في ايدك وارميه في الباسكت لب لا 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 خد يا ده حته يلا ايه انت عامل دوشه ليه يا ايه يا استاذ عادل ما ينفعش كده يا استاذ عادل بقى هو ايه ما ينفعش ما ترموش على الارض يا استاذ عادل يا ابني اللب حلاوته انك انت تقشر وترمي على الارض بجد والله حلاوته في كده يعني انا ايه ده كل الفتره دي باكل لب غلط طبعا ده ظلم يا استاذ عادل ده يا ابني الزبون ده مع حق طب يا جماعه هتكل على الله سلام عليكم عادل بليز حبيبي بليز ما تنساش تجيب لي الربع كيلو اللي انا طلبته منك من لب السوري ها حاضر يا حبيبي وانا كمان يا عادل هات لي 5 كيلو 5 كيلو حاضر يا ماما حاضر وانا يا بابا بص هات لي ب 10 جنيه لب ها ماشي
وانت يا واد يا عنتر اجيب لك لب؟ اخده سؤال ما يسألش. انا بعت فردتين الكاوتش اللي مكمرهم من ابويا علشان اللب. كلام البلديه اللي انت بتقوله ده. اف عادل من فضلك بقى، انا عايز ال 13 كيلو. 13 كيلو ايه ده؟ تعملوا ماشي رانيا احسب انت. ما تقلقش هكتب لك كل الطلبات واكلمك على التليفون اقول لك عليها والم الفلوس كمان. اوكي يلا باي باي. باي باي. ها خذ يا حبيبتي يلا اكتبي. خلاص بقى مش هفضل مزلول كده الدور على طول. لازم اخد حقي بايديا. انت زف ايه ده؟ الخزنة مفتوحة؟ رمزي تعال. انت شفتني؟ انا ماسك. تعال تعال. وبتقزقز بصوت عالي جدا. اوعى 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 اوعى. حرامي تسرق الخزنة، تفتح الخزنة وتسرق كيلو لب كيلو. معلش يا دولة بقى معلش، ما هو الإدمان ملوش أمانة يا دولة. هات شوية هات شوية. أنا أحبسك يا رمزي أحبسك. تحبس ابن عمك؟ ده أنا أحبس عمي نفسه. لب كيلو كامل يالا بتسرقه يالا. أنت عارف أنا مش هتبلى عليك، أنا أقول للحكومة الحقيقة إن الأستاذ فتح الخزنة وسرق كيلو لب سوري. لا لا يا دولة لا أبوس إيدي. بس بلد مصحبي ارحمني يا دولة. طب ودي عقوبتها إيه دي؟ عقوبتها سنة مع الشغل والتسالي. آه وعارف بقى المجرمين اللي حواليك هيبقوا إيه؟ هتلاقي المدمنين كلهم، مدمن الترمس على مدمن الحمص، ولو ربنا كرمك بقى وبعت لك مدمن كاجو. إيه اللي هيحصل يا دولة؟ خليك أنت التسالي. ترى ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي يا عادل؟ جيب العواقب سليمه يا رب. ما تتصلي بيا يا رانيا. ما انا بكلمه يا حماتي، موبايله غير متاح اعمل ايه؟ ازاي غير متاح اذا كان بيرن في ودناتي اهو. يا سلام. تعالي شوفي. فعلا بيرن وده رقم عادل. ده ما بيردش. لكن هيرد عليا انا امه. هاتي. هيعرف منين ان انتي امه يا مخ خير؟ قلب الام يا حبيبتي. شيخه روحي بنبي. امسكوا تليفون ابو ياسمين اهون. ايه ده؟ هو نسي تليفونه ولا ايه؟ كان فين ده وبيعمل ايه جوه؟ انا مش عارف ايه اللي جوه في ايدي. لا والنبي مش عارف ايه يالا؟ ده انا هولع فيك، ده انا هقطع لك ايدك جهيا. سبحان الله مش عارف اعمل ايه في صوابعي دول. صوابعك؟ انا مش عارفه ايه اللي اخر بابا كده، وانا ابتديت اقلق خايفه يكون حصل له حاجه. لا 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 انا مش هستنى اكتر من كده، انا راح ادور عليه. هتدوري فين بس يا حماتي؟ محدش ليه دعوه، محدش ليه دعوه. عادل يا ماما ازاي؟ انت خبطت كده ليه يا عادل؟ معلش غصب عني المقله كانت زحمه قوي، انا نسيت الموبايل بتاعي. خد يا سلام. المقله كانت زحمه، ناس واقفين بقالهم 3 ساعات مش عارفين ياخدوا حتى لباية. يعني ايه؟ اوعى تقولي ان انت ما جبتش كل الكميه اللي احنا طالبينها. عيب وده كلام، الكميه كلها اهي. خد اتسلى يا بيبي. سيبك من التسالي وخلينا في الجد يا رانيا. ايه في ايه يا عادل؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ الشحمة يعني. اكيد في حاجة مهمة جدا خليتك ترفض ان انت تاخد حبة اللب السوري دي. اللي انا شفته النهاردة في المقلة ده يا رانيا. شفت ايه؟ احكيلي. جريمة قتل. ايه؟ الناس بتموت بعض على شراء اللب السوري، وانا لا يمكن افوت الحكاية دي بسهولة ابدا. ماذا تفكر ان تفعل يا زوجي العزيز؟ انا قررت اتاجر في اللب السوري.